بعد الجراحة، بعد انتهاء هذه الجراحة تبدأ رحلة مهمة جدا، لأنه جراحات تركيب الدعامة ليست من الجراحات اللي يفترق فيها الطبيب عن المريض بعدها، بل تظل العلاقة والمتابعة موجودة مستمرة مدى الحياة. كلام سليم. وطبعا المريض في البداية بيبقى ملتصق بطبيبه في أول أسبوع، لأنه طبعا بالنسبة له حاجة جديدة، فلازم يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. وهنا بالنادي زملائنا الأطباء ان يعني خلاص مش معنى انك عملت عمليتك انك تقفل موبايلك مثلا او تبتعد عن مريضك ويتعب عشان يوصل لك، لا ده انت اللي لازم تبادر. حتى لو هو ما اتصلش، يا فلان انت ما اتصلتش ليه؟ انت عامل ايه دلوقتي؟ دي هتفرق كتير مع المريض، لان بيجي مثلا بعض المرضى هو مش مدرك خطورة الحاجة اللي انت مركز عليها قوي. يعني مثلا بركز قوي مع مريض اقول له انا عايز اشوفك بكرة، انا عايز اشوفك بكرة، طب بيسالني طب ليه، طب انا ما ينفعش اخليها بعد، اقول له انا عايز اشوفك بكرة. فبيجي مرضى كتير بتفاجئ ان هو بكره ده هوت بالنسبه له هو لسه ما بداش العلاج، رغم التنبيه عليه ورغم ان هو، بس هو مش مركز اكتر مع اللي انت بتقوله له اكتر ما مركز في العمليه، فانت بتتكلم وهو مش مدرك انت بتقول ايه. فلازم انت بنفسك تاني يوم تتاكد خدت دواك في ميعاده، خدت دي ازاي بكل التفاصيل، تبص على الجرح بتاعه لو في حاجه هو مش منتبه اليها ممكن تكون ليها اهميه هو مش واخد باله. فريق العمل اللي معاك برضو يبقى متابع معاه برضو بالاتصال وبالتليفون وبكل شيء. فمهم جدا 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 ان انا مريضي ابقى ملتصق بيه على الاقل اول اسبوع، لو هو ما اتصلش انا اللي اتصل بيه، يبقى لازم يبقى معايا الكونتاكت بتاعه والفريق اللي معايا برضو يتواصلوا معاه. المهم جدا ان انا اشوفه مثلا الخط اللي احنا رسمينه له هو فاهمه كويس ماشي عليه كويس ولا لا، دي مهمة جدا لنجاح العملية، ان كل العمليات اللي ممكن يحصل فيها مشاكل بتحصل من هذه النقطة. الجراح عمل عمليته 10 على 10 فكان ممتاز وتقييم 10 على 10، خرج المريض بعد كده انا ما تابعتوش باظت عمليته بسبب عدم المتابعة. فالمتابعة مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا في فئات معينة من المرضى زي مرضى السكر مثلا، مرضى القلب الى اخره، فلازم نخلي بالنا من النقطة دي دائما بعد الجراحة.